سبت من تقييمه والله مره جميله فقره جميله والله انها اكثر غايه اكثر فقره قدمها زياد كانت سطحيه ليش مع مصعب كنت تشوف الفقره سيئه يسال زياد اسئله مثلا عميقه يحاول ما رايك في الروح التي تلتقي في الجبل السابع من الاقصى اخر اي جبل هلا في لامته وتبغى تكسير مجاديف وحالتكم حاله يا محمد انت عميق نسخه لقبت بالمحزم المليان إيه اليوم انت علمهم علمهم المحزم المليان ابوه مستحيل اجلس معكم لا انت تسمعنا الماضي يا محمد تكفى يا محمد انتوا الان جالسين تفرقون بينهم انا بروح اعلمهم وش المحزم المليان ودرسهم في الساحه علمهم وش المحزم المليان فكهم من المحزم الفشل كانوا فيه مؤسس انت مؤسس انا بقول لهم احنا عندنا محزم فشل انا بقول لهم انهم هم طال عمرك محزم مليان محزم فشل لا ويقدرون طال عمرك يسيطرون على الوضع وامورهم طيبه يا ابن الحلال ممكن سؤال تسمح لي انت شاعر وما يعني ما تتفوه بشيء لانك انت تعي تماما انت قلت بروح أعلمهم كيف يصيرون المحزم لا أبروح أبعلمهم حنا وش كنا وهم وش بيصيروا شغلونا السلع اللي أعلمهم للحين لا يعطيك العافية يلا شباب شكرا لك عودة من الباب الكبير لمحمد بن عمرو اليوم في تواجده مع المتسابقين إن شاء الله يستفيدون من هذه الخبرة ومن هذه القامة ومن هذه التجربة اللي سطرت للتاريخ تواجد كبير عبر الزمان في نسخ زد رصيدك الماضي وكانت زد رصيدك 7 وصلنا نهاية حلقتنا اليوم دائما وأبدا أكيد نذكركم بوقف الرحمة بادروا بما تجود في أنفسكم عليه بأي مبلغ يسير أنت تملكه واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وقدمه وبإذن الله أنك أنت تنال ثوابه في الدين والدنيا والآخرة يعطيك العافية فهد الله يحييك يطول عمرك استاذ تركي شكرا لك شكرا لي ابراهيم ابو فمين شكرا للنابغة الدبري شكرا لزملائنا وقف الرحماء هو وقف يرعى اليتيم الساهم فيه ب 250 ريال لعل الله سبحانه وتعالى ان يستجيب دعاك وان يشفي مرضاك وان يفرج همك بهذه 250 ريال نعم يعطيك العافيه علي الله يعطيك العافيه تركي اسال الله ان يكتب اجر كل من تبرع فكل واحد يتبرع في هذا الوقف يعرف أن في مصارف كثيرة سقيا الماء كفالة اليتيم تفطير الصائمين رعاية الأيتام رعاية الفقراء كل هذه الأشياء بمبلغ بسيط 250 ريال تجمع لك كل هذه المصارف وقف لك دائم ما هي صدقة مقطوعة أنك تحطها والله في مجال معين تجمع لك كل هذه المصارف ومدى الحياة شكرا لك حبيبي يعطيك العافيه شكرا لك ابو دعير شكرا لكم متابعتكم شكرا فريق الاعداد شكرا فريق الكنترول نلقاكم في حلقه جديده ومع لقطه ختام كمان